مرحبا بكم في هاشتاغ. كل عام وانتم بألف خير، وكل عام وانتم بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف. وبيان سور كالعادة نبدأ توجور مع مقتطفات وش عنا في حلقتنا اليوم. في حلقتنا اليوم راح نسلط الضوء على أهم المواضيع اللي خاصة برأس العام اللي تداولها مواقع التواصل الاجتماعي. تويتر ما خلاه، والفيسبوك ما خلاه، واليوتيوب ما خلاه، والإنستغرام تاني ما خلاه، وتاني بقية مواقع التواصل الاجتماعي اللي كامل هدرت على رأس العام. كل واحد وش دار ولا كيفاش احتفل برأس العام، احتفالات تهاني. المهم مواقع التواصل الاجتماعي كانت مزدحمة بحفلة رأس العام. مواقع التواصل الاجتماعي كانت حافلة وغنية مع انطلاق العام الجديد. تهاني، أمنيات وتبريكات ميزت جل المواقع بما فيها الفيسبوك، تويتر، انستغرام وغيرها. صور مختلفة وبوضعيات وزوايا طريفة ومسلية شهدتها المواقع، بالإضافة إلى الفيديوهات التي وثقت اللحظات الجميلة ولحظة بداية العام الجديد. كما كنت تشوفوا بزاف ناس نشطت على مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية السنة الجديدة والحدث العالمي اللي كان في دبي، الألعاب النارية اللي انطلقت في دبي. هذا الحدث اللي يعتبر يعني حدث سنوي ننتظره دائما في دبي في الإمارات العربية المتحدة. وشانكم تشوفوا هذا الفيديو هدية اللي حصلت على نسبة مشاهدة عالية بمناسبة حلول العام الجديد.
كما كنت تشوفوا هذا الفيديو هذه اللي خاصة بالاحتفالات تاع رأس العام في دبي. ألوغ مازالكم توجور مستمرين مع هاشتاغ، وكل عادة عندنا بعض المقتطفات اللي دائما نختاروه لكم من الانستغرام. نشوفوا هذه الفيديوهات هذه ونعود لكم من جديد. هذه الفيديوهات اللي خاصة بموقع الانستغرام. من الانستغرام نروحوا لتويتر ونروحوا لواحد الهاشتاغ اللي مازالوا داخل في أسبوعه الثاني والناس مازالها مستمرة وتغرد فيه، اللي هو يقولوا له هاشتاغ أمنيتك في عام 2015. مازال مغردين في هذا الهاشتاغ هذا، يقولوا وشنو هما الحوايج اللي يتمناو يديروهم ولا يتمنوا الأحلام تاعهم تتحقق في عام 2015. ان شاء الله هذا العام هدايا دخل عليكم بالصحه والهنا، وان شاء الله كامل الحوايج اللي نتوما تتمنوهم يتحققوا في هذا العام. مازلنا توجور في التويتر، وكاين ثاني واحد الصوره راهي منتشره على موقع التويتر. هذه الصوره هديه اللي تبين تباين رائع لرجل يطعم البجع في الثلج من بولندا. هذه الصوره هذه حصدت على نسبه مشاهده عاليه، والناس بزاف داروا لها ريتويت على التويتر. من هذه الصوره هديه المعبره نروحوا ثاني واحد لفوتو راهي دايره ثاني على موقع تويتر، واللي هي صورة طريفة لحيوانات التقطت لها الصورة في الوقت المناسب. كما كنت تشوفوا هذه الصورة هذه فعلا فنية. مازالكم توجور مع هاشتاغ وبيان سور مع الخبرات جدد في عالم التواصل الاجتماعي. عندنا واحد الدراسة تقول باللي استخدام الهواتف الذكية يعيد تشكيل أدمغتنا. فمنذ أن أصبح استخدامنا الأجهزة الذكية وتحديداً للهواتف الذكية بشاشتها اللمسية مكثفاً تغييرات العلاقة ما بين عقلنا وأصابعنا. هذا ما كشفته دراسة حديثة علمية والتي تفيد نتائجها بأن الهواتف الذكية أعادت تشكيل دماغنا. وي لا طالما اهتم العلماء بدراسة مدى تكيف الدماغ مع إيماءات معينة بالأصابع، خاصة لدى الأشخاص يضطرون للقيام بها ساعات طويلة كالعازفين على أدوات موسيقية والتربية أو اللاعبين عند المسك بقبضة التحكم. كنا نشوفوا هذه الدراسة الحديثة. من هذه الدراسة الحديثة نروحوا لواحد الموقع يقولوا له توريدج، وهو نظام عربي لإدارة الشركات أونلاين. فمع استخدامنا اليومي للتكنولوجيا تغيرت أشكال الشركات وظهرت الحاجة لأشكال جديدة لم نعهدها من قبل، لذا أصبح هناك حاجة لأنظمة تلبي احتياجات التواصل بين الموظفين والشركات بأشكالها الجديدة. هنا يأتي نظام توريدج لينشأ بيئة متكاملة لخدمة قطاع الأعمال وتسهيل التواصل بطريقة جديدة. أساس في هذه الخدمة هو بناء شراكة متكاملة على الأنترنت، ونقصد هنا شركة بكل ما تحتويه من موظفين وإداريين وعملاء، وأسلوب التواصل المباشر والسريع، ومشاركة الملفات والاقتراحات ضمن بيئة موحدة بدون الحاجة لاستخدام تطبيقات خارجية أو البريد الإلكتروني.
كما راكم تشوفوا دائما كاين غير الاختراعات ويدرا واش كاين في عام 2015. كان واحد الفيلم يقولوا له The Interviews، فيلم متاح الان عبر متجر الايتونز، حيث تحفظ ابل فوت عليها بعض الارباح، وذلك بقرار الان من عرض هذا الفيلم المثير للجدل الا وهو The Interview واتاحته عبر متجر الايتونز بعد ايام من اطلاقه على اليوتيوب ومتجر جوجل بلاي واكس بوكس وحتى موقع خاص من سوني. وكانت سوني قد طلبت من البيت الابيض المساعده في اتاحه الفيلم ايضا عبر الايتونز، وذلك بعد عزمها عرضه الى ان ابل كانت رافضه في البدايه. وحقق فيلم The Interview مبيعات في 331 صالة سينمائية مستقلة تفوق المليون دولار في يوم عيد الميلاد، ويتوقع أن يتاح في 3000 صالة خلال السنة الجديدة. You don't like that brown sugar? It has nothing to do with brown sugar. Aaron, look at this. Kim Jong-un wants to do an interview with Dave Skylark? He's a fan. Look at him. If that ain't a real story, what is? Okay, let's do it. We're going to North Korea! Mr. Rappaport, I'm Agent Lacey with Central Intelligence. You two are going to be in a room alone with Kim. We got the interview! The CIA would love it if you could take him out. كما كنا نشوفوا فيلم The Interview ماشي The Interviews غلط في الأول، اللي حصد على نسبة مشاهدة عالية واللي راهو دوكا موجود على الايتونز. توجور مازلنا مستمرين في هاشتاغ وكاين غير جديد، خليكم معايا ما تروحوش بعيد، نشوفوا هذه الفيديوهات الخاصة بالانستغرام ونعاونوا لكم من جديد. ما شفتوا سويرم؟ شو درانا دوما متأخر؟ شوفوا الحبيب بالعام الدكتور. You truly make me the happiest person on earth. من فيديوهات الانستغرام الفيديوهات تاع اليوتيوب بيان سور، كاين واحد الفيديو راهي بزاف منتشره ودايره حاله وحصلت على نسبه مشاهده عاليه على اليوتيوب، وضحكتني انا شخصيا. عشاء تاع مجموعه من الكلاب، ماشي كلاب ضله، كلاب دايرين عشاء ويقصروا قصارين، واش راكم تشوفوا هذا الفيديو هذه كيف كيف نعاود لكم من جديد. Now before we partake of our victuals, I am going to say the prayer. Now, okay, now I'm ready. Prayer, oh, just be reverent. Or at least be quiet during the prayer. Really? Oh, great Dane in the sky. We thank you for this blessed occasion. Yeah, bless it, love it, pause it, prepare it and stuff. That was weird. We said thanks enough. Let's get down to it. Let's go. So good. He's always been good at that. I'm ready. Any time. Ah, there we are. Oh, this looks divine. You know what? This is fantastic. I've been eating the bread, and I don't want a carb load because I got to get down to my fighting weight. Oh, you don't need to get down to your fighting weight. Look at you. You look great. Ooh, peppers. Peppers, they give me gas, but I'll give it a shot. Oh, excuse me. Ooh. Oh, goodness. Can't take you guys anywhere, huh? All right, you little biped. Right over here. Right here.
There it is. Oh, that is nice. Yeah, you're cute. I don't usually go for girls that walk on the hind legs, but hey, hey. Vegetables are an abomination. Ooh! Why, we have some rolls here. Let's try these. I still haven't gotten them. Ooh, soft. And, come on, I'm open. Delicious. Just like my mammy used to. Come on, we want some. Yeah, have one. Oh, thank you. Just pass them on over. Gosh, we have another. I'm afraid I've left none for each of you, but I am the head of the household. Oh, there you go. Fight for it. Okay, you know what? That one's mine. All right. Oh, you just... Really? You know what? I'm younger, I'm faster, there's nothing you can do about it. You don't know what it's like to be hungry like the wolf, do you? Mm-hmm. No, no, no. You don't get it. I'm gonna throw paws. I'm a southpaw. Taking this, boom, boom. That's right. You're gonna feel it. Oh, jeez. Can we just make it through dessert without you fighting like mongrels? من الكلاب نروحوا لواحد البلاد اللي تجمد فيها النهر ديالها ولا البحر ديالها. المهم ناس تمشي من الفوق واحد الطبيعة. ما عندي ما نقول لكم واش راكم تشوفوا هاد الفيديو هادية اللي بزاف ناس داولوها على موقع تويتر ونعاونو لكم من جديد. Adassa, exclui-me. Vida, vas luga, mas eu tô nessa, não faz mais aqui. Pra gente dar lá e corto, boa. من المناظر الخلابة والجبال العالية نروح لواحد الطيارة اللي هي طيارة بوينغ. البوينغ اللي حلقت فوق رؤوس الناس. الناس شافوها هكا أبان جازت فوق راسهم. بيان سور هاد الفيديو هادي داولها جميع مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها حتى الأخبار اللي كاينها على مواقع التواصل الاجتماعي. شوفوها كيف نعاودكم من جديد. Boeing 727 cargo plane. It's a Boeing 727 cargo plane. It's a Boeing 727 cargo plane. كنا نشوفوا هذا الفيديو هادية وغزمه ما قطعتش لسان الناس اللي كانوا يصوروا فيها. كاين تاني واحد الفيديو راح منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي سختوا على الفيسبوك وش رايكم شوفوها كيف نعاونوكم من جديد. Most impalas run for their lives at the sight of a leopard, but this youngster seems intent on befriending one. This bizarre footage shows the young antelope nuzzling the killer cat's nose and mouth as it lazes in a clearing. And even when the leopard starts playing a little rough, it makes no attempts to leave.
Game Ranger Estienne Hoy filmed the encounter while out with guests in the Kruger National Park in South Africa. He says the amiable interaction lasted for an hour before the leopard strolled into the bush, followed by the impala. It's not known what happened afterwards, but as leopards, like all cats, are prone to toying with their prey, it's likely the apparent friendship only lasted until dinner time. We asked Will Fox, Senior Project Manager for the Yingwe Leopard Research Program, for a comment on the behaviour, and he told us, as much as it would be nice to think predator and prey can become buddies, the instances of vegetarian leopards are non-existent, so the end result is very likely to have not ended well for the impala. كما كنت تشوفوا هذا الفيديو راهي منتشره ماشي برك على الفيسبوك حتى على الانستغرام خذوا منها مقاطع بهذا الفيديو هذا نقول لكم وصلنا لختام حلقة هاشتاغ نهار اليوم يعطيكم الصحة كي تبعتوني وإن شاء الله حلقة اليوم كانت حلقة غنية على وقت تقدروا تواصلوا معي على الإيميل اللي راهو أسفل الشاشة وأنا نقول لكم تبقوا على خير ما شاء الله هذه مذاكرة لعن الله من صرح هذا الجوال Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.